بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الأول. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كتاب الكبائر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ الإمام المجدد رحمه الله ألف مؤلفات كثيرة نافعة ومفيدة في بيان التوحيد وبيان الشرك وفي بيان المعاصي والذنوب، كل ذلك من باب النصيحة للمسلمين والدعوة إلى الله عز وجل والإصلاح في الأرض، وهذه طريقة الرسل عليه الصلاة والسلام. والإنسان ما دام على قيد الحياة فإنه سيعمل ويتحرك، ولا يبقى ساكنا وجامدا ما يتحرك، لا بد أن يتحرك ولا بد أن يعمل، فإما أن يكون عمله في الخير وإما أن يكون عمله في الشر. ولهذا بعث الله الرسل عليه الصلاة والسلام دعوة الناس إلى الخير، تحذيرهم من الشر. والله جل وعلا جعل دارين للجزاء: الجنة وهي دار المتقين العاملين بالطاعات، وجعل النار وهي دار الكافرين العاملين بالمعاصي والسيئات. وفرق بينه سبحانه وتعالى فقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال سبحانه وتعالى: أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الله جل وعلا يميز بين أفعال عباده ولا يظلم أحدا، فالمحسن يضاعف له إحسانه ويزيده من فضله وكرمه، والمسيء إما أن يعفو عنه وإما أن يجازيه بالسيئة مثله. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. السيئة يجزى بمثله ولا تضاعف، لأن هذا عدل من الله جل وعلا، والحسنة يضاعفها الله ويزيدها وينميها فضلا منه سبحانه وتعالى،
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالمضاعفة فضل من الله، والجزاء على السيئة بمثلها عدل من الله جل وعلا. والضاعف تنقسم إلى قسمين، واجبات أو مستحبات. الواجب هو ما يفعل فاعله ولا يعاقب تاركه، فالواجب هو ما يفعل فاعله ويعاقب تاركه، والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذه الطاعات. واما المعاصي فهي تنقسم الى اقسام، منها ما هو كفر وشرك، ومنها ما هو كبيره دون الشرك، ومنها ما هو صغيرة. فأما الكفر والشرك هذا لا يغفره الله إلا إذا تاب صاحبه منه قبل أن يموت، إن مات عليه فهو خالد مخلد في النار ولا يغفر له، الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الكبائر التي دون الشرك فهذه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الصغائر وهي اللمم، الصغائر تسمى الصغائر وتسمى اللمم، فهذه تكفر بالأشياء، تكفر بأشياء. أولا الصلوات الخاصة، كفر الله بها السيئات الصغائر. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والله جل وعلا حث على التوبة والاستغفار، وهذا مما يمحو الله به التوبة والاستغفار، يمحو الله به التوبة يمحو الله بها، والاستغفار يمحو الله به الذنب وإن كان كبيرا، وإن كان كفرا وشركا، من تاب تاب الله عليه، من تاب وأصلح العمل فإن الله يتوب عليه. وباب التوبة مفتوح الليل والنهار، ما لم يغرغر العبد تبلغ روحه الغرغرة فإن باب التوبة مفتوح أمامه، مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فحينئذ لا يقبل من أحد توبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. وضابط الكبيرة، ضابط الكبيرة ذكره الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو الذي اختاره المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، الضوابط التي ستأتي.
وقد ألف في الكبائر مؤلفات منها هذا المؤلف الذي بين أيدينا، ومنها كتاب الكبائر للذهبي، ومنها كتاب الزواج عن افتراض الكبائر لابن الحجر الهيثمي المكي، الزواج عن افتراض الكبائر ألغوا فيها مؤلفات بينوها من الكتاب والسنة. وهذه الكبائر كما ذكرنا إن كانت شركا بالله عز وجل أو كفرا بالله فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، فمن مات ولم يتب فإنه خالد مخلد في النار لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما إن كانت هذه الكبائر دون الشرك فعند أهل السنة والجماعة أنها تفسق ولا تكفر، أن صاحبها يحكم عليه لأنه فاسق وأنه ناقص الإيمان لكن لا يكفر بها، بدليل أن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهي لا تفسق فلا تكفر وإنما تفسق وتنقص الإيمان. ولهذا رتب الله عليها الحدود مثل السرقة، مثل الزنا، مثل شرب الخمر، مثل القتل العمد العدوان، مثل قطاع الطريق، رتب الله عليها حدودا ولو كان مرتكبوها كفارا ما أقيم عليهم الحدود لقتلوا مرتكبين، إقامة الحد دليل على أنها ليست كفرا وإنما هي كبائر ومعاصي تقام الحدود المرتبة عليها، وهذه الحدود إما زواجر وإما جوابر، إما بعض العلماء يقول إنها زواجر فقط، بعضهم يقول إنها مكفرات يقيم عليه الحد في الدنيا لا يقام عليه مرة ثانية الآخر. أما الخوارج، الخوارج فهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر والخلود في النار، ولا يفرقون بين كبيرة الشرك والكفر وبين كبيرة المعاصي، يقولون الكبائر كلها مكفرة والعياذ، وأصحابها مخلدون بالنار، أخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات المغفرة وآيات الوعد، أخذوا بجانب من الأدلة وتركوا جانب لعدم فقههم، لعدم فقههم ومعرفتهم بالكتاب والسنة واعتمادهم على فهمهم دون رجوع إلى أهل العلم. هذه نتيجة الانعزال عن أهل العلم، تورث مثل هذا، تورث هذا الضلال. والمعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر، بل يكون في المنزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر، فإن مات ولم يتب فهو خالد مخلد في النار كما تقوله الخوارج، اجتمعوا مع الخوارج في جزائه في الآخرة وخالفوهم في حكمه في الدنيا فابتدعوا المنزلة بين المنزلتين كما يقولون.
والمرجئة على النقيض من الخوارج والمعتزلة يقولون ما يضر مع الإيمان معصية، الإيمان بالقلب هو التصديق وهو لا يزيد ولا ينقص، والمعاصي لا تضر ما دام انه مؤمن بقلبه فإن المعاصي لا تضره ولا تنقص إيمانه. هذا مذهب المرجئة، لأنهم لا يدخلون العمل في حقيقة الإيمان ويقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب. بعضهم يقول الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان، بعضهم يقول الاعتقاد بالقلب فقط، وبعضهم يقول هو المعرفة حتى ولا لم يعتقد. فالجهمية يقول الإيمان هو المعرفة ولو لم يعتقد، هذا أشد أنواع الإرث. وقسم يقولون الإيمان هو القول باللسان دون اعتقاد القلب، وهذا قول الكرامية. فالمرجئة على اختلاف فرقهم الأربع لا يدخلون الأعمال بالإيمان، ويقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، والتصديق بالقلب ولا يزيد ولا ينقص. فإيمان أبي بكر الصديق مثل إيمان أحسق الناس، لأنه ما دام أنه مؤمن بقلبه يكفي هذا عنده. هذا مذهب المرجئة، هو تفريط. الخوارج مذهبهم استفراط وغلو، وهؤلاء مذهبهم تفريط وميوع. وكلا الطائفتين ضال مخالف للحق. الصواب مذهب أهل السنة والجماعة المأخوذ من الكتاب والسنة. فالخوارج يقال لهم الوعيدية، الوعيدية لأنهم أخذوا بنصوص الوعيد. الخوارج والمعتزلة يقال لهم الوعيدية لأنهم أخذوا بنصوص الوعيد، والمرجئة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعيد. أهل السنة والجماعة جمع بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد، وهذا هو الحق. المعاصي لا يقال إنها لا تضر، بل هي كما تقوله المرجئة بل هي تضر، تنقص الإيمان تفسد، ولا يقال إنها تخرج من الملة كما تقوله الخوارج والمعتزلة، بل صاحبها مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب منه مطلق الإيمان، لا يعطى الإيمان المطلق كما تقوله المرجئة، ولا يسلب منه مطلق الإيمان كما تقوله الخوارج والمعتزلة. فهذا أمر مهم جدا تفقه فيه ومعرفته، خصوصا في هذا الزمان الذي التبس فيه الحق بالباطل، وظهر المتعالمون الذين يتعالمون على الكتب وعلى فهمهم دون رجوع إلى أهل العلم. اختلطت الأمور الآن، وظهر من يفكرون الناس، وظهر من يتساهلون وهم المرجئة على طرفي نقيض. فلا بد من معرفة الحق في هذا والتمسك به، لئلا ينحرف الإنسان فيكون مع المغالين، أو ينحرف ويكون مع المفرطين المتساهلين، بل يكون معتدلا، يكون الإنسان معتدلا في هذا الأمر. نعم، فإنه مزلة أقدام ومظلة أفهام، لأنهم إذا حكموا على المسلمين بالكفر استحلوا دماءهم وأموالهم، شكوا عصى الطاعة، وحصل ما يحصل كما حصل من الخوارج من قبل. وإذا قالوا بقول المرجئة تسلط أهل الشر والكفر والنفاق، قالوا إحنا مصدقين من قلوبنا وما يهمنا أننا
يرتكبون الفواحش والفسوق والعصيان ويقولون ما علينا احنا مؤمنون. في المذهبين خطر، خطر شديد على هذا الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هذا دليل على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وأن من اجتنب الكبائر كفر الله عنه الصغائر، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. نعم. وندخلكم مدخلا كريما، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، هذا وعد من الله، وفيه رد على الخوارج والمعتزلة. نعم. وقوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ومن الدليل على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر آية النجم: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، كبائر الإثم مواحي المعاصي، والفواحش جمع فاحشة، وهي ما تناهى قبحه، ما تناهى قبحه وشناعته. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وهي الصغائر. ثم قال: إن ربك واسع المغفرة. فالصغائر تكفر بمكفرات كثيرة، منها اجتناب الكبائر كما في هذه الآية، ومنها الصلوات الخمس، ومنها المصائب التي تنزل بالإنسان، المكفرات، المصائب من الأمراض والأسقام والهموم والأحزان وموت الأقارب، كل هذا مما يكفر الله به. حتى الشوكة يشاكها المسلم يكفر الله بها عنه من هذه الذنوب الصغائر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة. والآية الثالثة من سورة الشورى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. نعم. رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار او لعنه او غضب او عذاب. نعم. الكبائر المعاصي هي ما نهى الله عنه، ما نهى الله عنها لمعصيه ومحرم، لكن ان رتب عليه وعيد في الدنيا وعيد في الاخره، إن رتب عليه وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا فإنه كبير، وإن لم يرتب عليه عقوبة ولا وعيد فإنه معصية صغيرة من اللمم. نعم. قال ابن عباس: وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار او لعنه او غضب او عذاب. ختمه الله يعني توعد الله عليه بالنار، او لعن من فعله، او لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كبير. اذا لعن الله على شيء او الرسول فهو كبير. او غضب، غضب الله عليه، جاء وعيده بالغضب، توعده الله بالغضب، هذا كبير. او حد في الدنيا مثل القصاص، مثل قطع يد السارق، مثل رجم الزاني او جلد الزاني، مثل رجم القاتل، مثل قطع يد السارق. نعم. هذا كبير التي عليها حدود في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو غضب أو لعنة أو غضب، هذه هي الكبائر.
وما نهى الله عنه ولم يرتب عليه شيئا من ذلك فهو من الصغائر. نعم. ونبو عنه قال إلى الزبعة أقرب منها إلى الزبعة. عن ابن عباس أن الكبائر كثيرة هي إلى السبعمائة أكثر منها إلى السبع، لكن الكبائر تنقسم إلى قسمين. الكبائر ليست على حد سواء، منها كبائر عظيمة ومنها كبائر دون ذلك. أكبر الكبائر إلى أكبر الكبائر، وفيه ما هو الكبائر وليس هو من أكبر الكبائر. فالكبائر تتفاوت، كبائر تتفاوت، وأما حدها يرجع فيه إلى الكتاب والسنة. خذ الضابط هذا الذي ذكره ابن عباس وطبق على المعاصي، أما وجدت أن عليه شيء منها أو كبيرة، أما وجدت أنه منهي عنه ولم يرتب عليه شيء منها فهو صغيرة وحرام. وكما ذكرت لكم ألف العلماء في الدنيا الله الحافظ الذهبي ألف كتاب الكبائر أوصلها إلى أكثر من 70، أظن ابن حجر الهيثمي أوصلها إلى أكثر من 400. ابن عباس يقول هي إلى 700 أقرب. أكبر الكبائر السبع الموبقات كما قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. نعم. وله عمر قال إلى ذنوبات أقرب منها إلى الجزء غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. لا كبيرة مع الاستغفار، من استغفر الله صادقا من قلبه تاب الله عليه ومحى عنه ذنبه. والصغيرة لا يتساهل بها ليستمر عليها، فإنها تعظم تصير كبيرة. الصغائر لا يتساهل بها الإنسان يقول هذه الصغائر، لأنهم إذا تساهل بها صارت كبائر وقد تجره إلى الكبائر. ويحذر الإنسان من المعاصي كبائر الصغائر. الله جل وعلا يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قالوا الكفر هذا معروف أكبر الكبائر، والفسوق هو الكبائر التي دون الكفر، والعصيان هي الصغائر. نعم. ولعبد الرزاق عن أمي إلى 70 أقرب منها إلى السبع. أي نعم، ما حصرت بعدد، ما حصرت بعدد، ولكن تنضبط بهذا الضابط الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنه، واختاره المحققون في شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب أكبر الكبائر. نعم، عرفنا أن الكبائر ليست سواء، منها أكبر الكبائر ومنها كبائر دون ذلك. والكبائر السبع الموبقات هذه أكبر الكبائر، أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله والسحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم. في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الشرك بالله هو أكبر الكبائر، لأنه لا يبقى، لأنه لا يغفر إلا بالتوبة، صاحبه مخلد في النار. بخلاف الكبائر التي دون الشرك فإنها وإن عذب صاحبها في النار فإنه لا يخلد فيها،
وقد لا يعذب، يعفو الله عنه ولا يعذب. نعم. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين، لأن الله جل وعلا لما ذكر حقه ذكر حق الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين يأتي بعد حق الله جل وعلا. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، هذا الشرك هو الذي يلي الشرك والعياذ بالله. عقوق الوالدين يلي الشرك في المنزل، كما أن حق الوالدين يلي التوحيد، يلي التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نعم. وكان مبتدئا فجلس فقال: الا وقول الزور وشهاده الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الزور هو الكذب، الزور هو الكذب، سمي زورا لان صاحبه يزينه ويزوره، يزوره ويحسنه حتى يغلب. الكذب، الكذب يزور ويحسن ويزين حتى يظنه الناس انه صدق وانه حق. فالزور اعظم الزور الشرك بالله، دعاء غير الله عز وجل هذا من اعظم الزور. شهاده الزور، شهاده الزور التي يشهد بها عند القاضي، يشهد بها عند القاضي لاجل ان يحكم للخصم بها، فهذه شهادة الزور، هذه من أكبر الكبائر. يساهل الناس الآن بالشهادة ويفزعون بفزع، يفزعون بالشهادة فزعه ومعاون يتعاونون، وهي من أكبر الكبائر بعد الشرك، من أكبر الكبائر بعد الشرك. وأن تضر صاحبك لتشهد له، أنت تنفع تضره لأنك دخلت عليه ما لا يستحق، وأخذت الحق من صاحبه وتهاونت بحق الله سبحانه وتعالى. شهادة الزور خطيرة جدا، ولكن أصبحت عند كثير من الناس أنها من الأمور السهلة التي يفزع بها لصديقه وقريبه وصاحبه. نعم. وربما يكون بعضهم هذا نفع له وإعانة له. نعم. ومنها التزكيات، التزكيات الباطلة اللي يزكون الشخص وهو غير أهل للتزكية، هذا من شهادة الزور، هذا من شهادة الزور. إذا حكمت أن هذا الشخص أنه طيب وأنه صدوق وأنه 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 صاحب دين فهو ليس كذلك، هذا من شهادة الزور. نعم. باب كبائر القلب. كبائر كم تسميها؟ قسمين: كبائر على الجوارح في الزنا والسرقة وقتل الناس، وكبائر في القلوب، كبائر من أعمال القلوب مثل الكبر والحسد، من الكبائر، لكنها ليست أعمالا وإنما يعني على الجوارح، وإنما هي من أعمال القلوب: الكبر والاختيار والعجب وازدراء الناس واحتقار الناس وبغض الحق، يبغض الحق ويبغض المعروف ويحب المنكر، هذا من أعمال القلوب وهو كبائر والعياذ بالله. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى اصواتكم ولا الى اموالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. رواه مسلم. الله جل وعلا لا ينظر نظرا
اعتبار وجزاء لا ينظر إلى الأجسام، لا ينظر إلى الأجسام وجمالها مع فساد القلوب وانحرافها. ربما يكون أنه جميل الجسم جميل المظهر لكن قلبه فاجر فاسد، الله جل وعلا لا ينظر إليه نظر إكرام ونظر رحمة، وإنما ينظر إليه نظر غضب. قال تعالى في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، هم عندهم جمال وحسن طلعة ولكن قلوبهم فاسدة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. أليس العبرة بجمال الجسم؟ قد يكون جسمه دميما هو مستقرا عند الناس لكنه كريم عند الله لأن قلبه طيب، قلبه طيب مؤمن صادق مع الله عز وجل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أكبر مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله إلى أبره. ليس العبرة بالمظهر وإنما العبرة بالمحضر. وكذلك الأموال ليست محل اعتبار عند الله: وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها الحياة الدنيا تزهق أنفسهم وهم كافرون. فلا محل الاعتبار عند الله ليس جمال المظهر وليس كثرة المال والمنصب، وإنما الاعتبار بالقلب، ينظر إلى القلب وإلى العمل، العمل الصالح. حتى وإن كان صاحب القلب الطيب والعمل الصالح ليس له منظر يغري الناس ويعجب الناس، بل ربما يكون محتقرا عند الناس وهو كريم على الله جل وعلا. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا: ألا وإن بالجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، هذا يدل على أهمية القلب الجسم، أن العبرة ليست بجمال الجسم وإنما العبرة بالقلب، القلب الذي بالجسم، هذه المضغة وهذه اللحمة التي هي صغيرة بالنسبة للجسم، هذه هي محل الاعتبار عند الله عز وجل. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه طويل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات قد استبرأ بدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. مضغة، مضغة قطعة لحم، قطعة لحم إذا صلحت صارت قلبا سليما طيبا معتبرا ذاكرا لله عز وجل خائفا من الله خاشعا لله محبا للخير وأهل الخير مبغضا للشر وأهل الشر، هذا قلب طيب وهذا هو القلب السليم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال في إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إذ جاء ربه بقلب سليم، سليم لله عز وجل من الغش والكبر والخداع والمكر
وغير ذلك من آفات القلوب. فإذا صلحت الأعمال الجوارح فهذا دليل على صلاح القلب، وإذا فسدت أعمال الجوارح فهذا دليل على فساد القلب، لأن القلب هو ملك الجوارح، هو ملك الجوارح، والملك إذا صلح صلحت الرعية، وإذا فسد الملك فسدت الرعية، كذلك القلب في الجسم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، الراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. القلب هو الأصل، وهو مصدر الخير أو مصدر الشر، ومصدر الصلاح للجسم أو الفساد للجسم. بعض المغالطين أو المغرورين إذا قيل له: لماذا تحلق لحياتك؟ لماذا لا تصلي؟ قال: الإيمان في القلب، الإيمان في القلب. ربما يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. نعم، الإيمان في القلب، ولكن إذا كان في القلب إيمان صلح العمل، صلحت الجوارح، وحلق اللحية وترك الصلاة والقنوت هذه فساد، يدل على أن القلب فاسد، على أن القلب فاسد. وإذا صدر عن الجوارح وعن الجسم أعمال طيبة، هذا دليل على أن القلب صالح. إذا صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، فلا يكون صلاح في القلب مع فساد الجوارح أبدا. نعم. هذا من آفات القلب ومن أعمال القلب: الكذب والترفع على الناس، وعدم قبول الحق إذا استكبر عن الحق. الله جل وعلا يقول: إنه لا يحب المستكبرين، لا يحب المستكبرين. والكفار إنما كفروا ورفضوا اتباع الرسل من باب الكبر، من باب الكبر والترفع في أنفسهم. أبشر يهدوننا؟ يقولون كلام، يقولون في الرسل: أبشر يهدوننا؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا. يترفعون: لم نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، وهكذا رفعون على الحق، يتكبرون على الرسل، يتكبرون على ربهم عز وجل. فالكبر مرض خطير، وقل من يسلم منه، لكن الإنسان يقاومه بالتواضع، يقاومه بالانكسار بين يدي الله عز وجل. نعم. وقول الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مختال من الاختيار وهو الكذب، والفخور الذي يفخر بنفسه وبآبائه وأجداده ونسبه، يفتخر على الناس بنسبه وبحسبه وبمنصبه. نعم، الله لا يحب معناه أنه يبغض المختار ويبغض الفخور، وهذا هو، وهذا من الكذب. الاختيال والفخر من الكذب، والفخر بالأحساب والطعن بالأنساب هذا من أمور الجاهلية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة عن المجد. نعم.
وقوله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي الآية الأخرى: لا يحب من كان مختالا فخورا. نعم. وقول الله تعالى: فلبئس مثوى المتكبرين. النار يعني أعدها الله للمتكبرين. فلبئس مثوى، لبئس النار مثوى المتكبرين، يعني مقامهم وجزاؤهم. فجعل النار جزاء للمتكبرين. الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق ورب الناس. رواه مسلم. ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم بما سبق ان الله لا ينظر الى اجسامكم والى اموالكم، ليس معناه ان الانسان ما يتجمل او ان الانسان ما يطلب الرزق، لا، لكن معناه انه يتجمل من غير كبر، يتجمل في ملبسه، يتجمل في جسمه، في هيئته، في منظره. الله جميل يحب الجمال، تنظر. الكبر في القلب او في الجسم، كبر في القلب قد يكون رفشا وسخا لكنه متكبر والعياذ بالله، وقد يكون نظيما جميلا بهيا وهو متواضع لله عز وجل. رسول صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس جسما ومنظرا وأنظف الناس وأطيب الناس رائحة عليه الصلاة والسلام. ليس معنى اللي جسمه جميل أو ملابسه جميلة، إن كل من كان جميلا متجملا أنه مستكبر، لا، هذا يرجع إلى القلب. وليس كل دميم ومتنازل يكون متواضعا لله. العائل المستكبر كما يأتي، العائل يعني فقير المستكبر، هذا من أضغب الناس عند الله عز وجل. عائل يعني فقير مستكبر. نعم. وإن الرجل لا يتكبر وعليه العباءة، عباءة رفعة وهو متكبر. فليس العبرة بالمظاهر، العبرة بالقلوب. نعم. وإلا المظاهر مطلوب منا حسن المظهر. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا فيه الوعيد الشديد على المستكبر أنه لا يدخل الجنة وفي كبر حتى يمحصه الله من الكبر. نعم. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال الكريم. الله جميل، هذا وصف لله جل وعلا بأنه جميل جل وعلا، ويحب الجمال من عباده ومن خلقه، يتجملون يزينون يظهرون بالمظهر الحسن. نعم. يشكرون نعمة الله عليهم، خصوصا إذا جاءوا إلى المساجد والمجامع يتجملون ويتطيبون ويكونون في أحسن مظهر. شكرا لله عز وجل. نعم. الكبر بطر الحق ورب الناس. حتى ولو كان مظهره ليس جميلا، إذا كان يؤنس الحق يحتجر الناس فإن هذا هو الكبر. نعم. وبطر الحق يعني دفع عدم قبوله إذا تبين له. كثير من الناس ما يقبلون الحق فلا حول ولا قوة إلا بالله، تقول لهم قال الله قال رسوله ولكن ما يقبلون، يتبعون أهواءهم شهواتهم أو يتبعون من يقلدونهم من رؤسائهم وزعمائهم وقادتهم فلا يقبلون قال الله قال رسوله. يمكن يتبركون بالأحاديث وبالقرآن باب التبرك، أما العمل لا، يعملون على ما يخطط لهم من رؤسائهم ومن قادتهم
وحتى بعض الطلبة العلم لو تقول أنت نصي وراء الجليل هذا ما يقدر، هذا كبر، هذا كبر. الواجب أن المسلم إذا تبين له الحق أخذ به، أخذ به وبادر إلى الأخذ به لئلا يصاب. إذا لم يتبين له الحق ولم يقبله يصاب بالزهد والعياذ بالله. فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. تبين لهم الحق صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يقبلوا، ختم الله على قلوبهم فصارت ما تقبل الحق عقوبة لهم. نعم. وهو البخاري والحاكم بن عبد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم بامر النار كل عزي جوار مهزك برضا. قال: الا اخبركم بامر النار كل عزي جوار مهزك برضا. والعزل الغشم الجاني والجواب قيل المختار الضخم وقيل القصير البطين وبطر الحق والصبر اذا اتى وعنف الناس اتقاؤه وازدراءه. اذا هذا تفسير الكبر، بطر الحق وغمس الناس، هذا هو تفسير الكبر، تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي لا يقبل الحق هذا مستكبر، والذي يحتقر الناس هذا المستكبر. نعم. ولأحمد وطهر بن حبان في الحديث أبي سعيد رضي الله عنه رفعه: من تواضع لله درجة رفعه الله بها درجة حتى يجعله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة رفعه الله بها درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. نعم. الجنة هي عشيون، وهي للمتواضعين المؤمنين الصادقين، والنار سجين في أسفل السافلين، هذه للكفار والمنافقين والمستكبرين، فبئس مثوى المستكبرين، لأنهم تكبروا فوضعهم الله عز وجل، وأولئك تواضعوا فرفعهم الله عز وجل إلى أعلى عليين. نعم. وللطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعا: اياكم والكبر فان الكبر يكون بالرجل وعند عليه العذاب فواته بقال. اهرب من البطر، يكون الانسان ما عليه جمال ولا ثياب جميله وهو مستكبر فقير، يكون عليه العباءه المرقعه وهو مستكبر، قد يكون عليه الثياب الجميله والمظهر الحسن وهو فقير عابد لله عز وجل. وفي الحديث الآخر: العاهل المستكبر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. وشيء وجاهل وعاهل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وشايب وزاهد يعني الشايب، الشايب شايب كبير السن يزني، لو كان شاب ربما يقال غلبت عليه الشهوة، غلبت عليه الشهوة قهرة الشباب، لكن هذا شايب ويزني، هذا دليل على أنه يحب الزنا، هذا دليل على أنه يحب الزنا. ما زنى من أجل قوة الشهوة به، وإنما لأنه يحب المعاصي والسيئات، يحب الجناة. مشيب زاني سخره تحقيرا له، عائل مستكبر، والعائل هو الفقير. الغني ربما يتكبر يغتر ماله مظهره يغتر ذلك، لكن هذا فقير ما عنده شيء يغره، أدل على أن الكبر من سجية وطبيعة، ما عندي شيء يحمل على الكبر، لكن الكبر طبيعة فيه سجية فيه. نعم.
مع تحيات إخوانكم في موقع التوحيد التوحيد.net والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.